الجزائري تيعيرو دائما تيعيرونا اخوان. سمع ميمي طق طق وداك الشيء كترد الهكاويين وشو شنو قالت لهم. سمع العصير العصير تيعيرو الملك وما توصلوناش وحنا راه حنا ملك وانتم راه ما عندكم والو وانتم اخوان. السلام عليكم مرحبا بكم ثاني فيديو جديد. اليوم الاخوان نشوفوا ميمي طق طق وداك الشيء عطات العصير الهكاويين نيش. انا ميمي يعني ما كنتبعهاش وما عنديش مع داك الشيء اللي كدير صراحه يعني ما كيعجبنيش رأي ديالي هذا. انا ماشي فان ديالها. فاش كنكون فان ديال شي واحد كنقول لكم انا فان ديال شي واحد ولكن هاد الطق طق وداك الشيء ما عنديش مع الاخوان. ولكن عجبتني الصراحه بداك الهضره اللي قالت صراحه فهاد الفيديو هذا عجبتني. نكملوا الفيديو الاخوان. تحياتي للناس اللي كيديروا لايك وما كيتفرجوا الفيديو او مرحبا بالناس اللي كيتبعونا اول مره. ما ينساوش يتابونوا معنا في لاشين. والاخوان ما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي راه دابا غنبدا انستغرام جديد يعني انستغرام قديم عاود تمسحت منه كاع دوك لي بوست القدام وغنبدا واحد الانستغرام اللي غيكون بروفيسيونيل وشي حاجه اللي غتكون مزيان يعني تتبعوها وانتم عاجبكم الحال يا اخوان. هذا الشيء اللي كاين دابا راه فيه تقريبا واقيلا شي بوست ولا زيرو بوست وغادي نبدا فيه دابا عاد من جديد. غتلقاو اللي نديرو في اول كومونتير يا اخوان. السلام عليكم ورحمه الله. مكناس 10 نوفمبر 2023 نجاوب صاحب التعليق. جواب خفيف ظريف. اسمع اولي انا اللي مغربي وانا اللي عايش في المغرب وانا اللي كنعرف المغاربه ولذلك غادي نوضح لك واحد الامر. النظافه ثقافه شعبيه اولا وسلوك خصو يكون متجذر في الثقافه ديال الشعب وديال المواطن ماشي فقط مسؤوليه المسؤول على قطاع النظافه. مسؤوليه مشتركه ما بين المواطنين وما بين الشعب. وملي كتكون النظافة ثقافة متجدرة في الشعب فكتنعكس على الطرقات وكتلاحظها فين ما مشيتي في المغرب سواء مشيتي لحي متوسط حي راقي حي شعبي كتلقى هاد النظافة هذه هي الغالبة. هذه وحدة. ثاني حاجة أنا ما فهمتش علاش ربطتي النظافة بالسياحة. لا لا يا حبيبي كما قلت لك النظافة ثقافة شعبية أولا وأخيرا وليست مرتبطة بالسياحة. لأن واخا تبغي دير أنت سياحة وعندك شعب النظافة ماشي مترسخة في العادات ديالو وفي السلوك اليومي ديالو فغادي تكون عندك شوارع متسخة وماشي في المستوى. بحال الهوك راكم شفتوا الهوك عطي شي اوساخ راه ما تصورش اخي تما ما فهمتش راه واخا الدوله تنقي راه الا ما كانش الشعب نقي راه تبقى الزنقه موسخه. الدوله غتنقي الشعب غيوسخ. هادي الحمد لله حنايا في المغرب كنشوفوا بعض الاحياء الشعبيه ولا نقدروا نقولوا اغلبيه الاحياء الشعبيه كتلقى الشباب ديال داك الحي كينوضوا وكيديروا كاين كينقيو وكيصبغوا وكيقادوا شي زواق في داك الدرب يعني ويعني بزاف ديال الاحياء الشعبيه كنلقاو هاد المبادره ديال اللي كيديروها الشباب وهذا الشيء هذا كيفرح صراحه. يعني هذا الشيء هذا كيبين على ان العقليه تبارك الله كاين اختلاف كبير. هذا الشيء اللي كاين متفقين. اذا السياحه لا علاقه لها بهذا الموضوع. واخيرا نوضح لك واحد المساله. ما تعاوش تبقى تقارن الدولة ديالك بالمملكة المغربية لأنني أنا بلادي عندي بنية تحتية في المستوى وعندي نظافة بارك الله يشهدوا بها الجميع لأن هذا البلد مفتوح وكل شيء كيجي له وكل شيء كيفتح الكاميرا. البلد غيتنظم فيه كأس العالم 2030 صاحبي. واش هو بلد باقي في الطوابير صاحبي؟ راه لا مجال للمقارنة. لا مجال للمقارنة وباقيين شي ناس كينتقدوا في لي كومونتير نتوما باقيين ما فاهمينش الميساج اللي باغي انا نوصل. فهمتي مازال ما فاهمينش. دابا تفهموا مع الوقت يعني مع المتابعه ديالكم دابا تفهموا غير بشويه انسان يتبع وغيفهم الكاميرا ديالو كيصور وكيسجل وكيشارك التجربه ديالو مع على مواقع التواصل والعالم كله كيشوف. اذا هذه المساله هذه مفروغ منها. وانا عندي هاد البنيه التحتيه وهاد النظافه اللي كتشوف بدون بترول تبارك الله على قهوه دازم حداها كي دايره وبدون غاز. انا عندي تدبير معقلا للموارد ديالي المتاحه. اما انت
الا بغيتي تقارن راسك بدولة قارن راسك مع الدول المشابهة لك في انتاج البترول في انتاج الغاز اللي هي دول الخليج، وما تقوليش انت عندك عدد كبير ديال السكان ماشي بحال هذوك الدول. لا، السعودية حتى هي عندها عدد كبير ديال السكان، وخاصك تعرف واحد الحاجة في علم الاقتصاد، ملي كيكون عندك عدد كبير ديال السكان كيتسمى هذاك ثروة بشرية، خاصك تخدم عليها، عندك عامل بشري خاصك تخدم عليه، لان الا خدمتي على العامل البشري غادي تنتج الثروة. الثروة ماشي ديما كاينة في البترول والغاز، لان البترول والغاز هذاك اقتصاد ديال الريع، ملي كتخدم على العامل البشري كتنجح. اسمع المغربي فاش كيهضر تبارك الله راسو عابر تبارك الله قاري عكس شي وحدين كيهضر ما يوقع عليك راك حاب تنيغوسي معايا راك حاب تغشني راك حاب تخولفني والله ما تقول لي يا ربي داك الهضره في شي شكل راك حاب تغيضني انت حنا عندنا نيف حنا ما نبوسوش اوكي اذا خدم على العامل البشري ديالك لان هذاك عدد السكان اللي عندك اذا خدمتي عليه زائد البترول زائد الغاز خصك تكون دوله في مصاف الدول المتقدمه ما تجيش قاد دابز معايا انا كنتمنى تكون فهمتي الرساله ديالي كاين فرق كبير شوف الميساج كيفاش وصل ونشوفوا الميساج اللي تكتب له شوف يا خويا ما تكذبش على روحك شو الميساج اللي جاء وشو الطريقه كيفاش جاوب هذا الاخ المغربي تبارك الله من مواعي يا صاحبي كاين احياء مثل بعض المناطق في الهوك ربما انتم اصبحتم تهتم بالنظافه اكثر لا لانكم بلد مفتوح على السياحه دابا شنو هو كيقصد بعد مفتوح على السياحه زعما كيقصد الناس زعما السعوديه هذا داك الهضره اللي كتعاود تبوسوا لي الدين السعوديه خواتاتكم هنا هضره ما عندها حتى شي معنى لا علاقه كتبين لك على ان الانسان غير حافظ فهمتي غير حافظ داك الهضره وكيعاودها شو السيد تبارك الله باش جاوبوا الطريقه كيفاش هضر معاه اسمع غير البدايه ديال الفيديو اسمع السلام عليكم ورحمه الله مكناس 10 نوفمبر 2023 نجاوب صاحب التعليق جواب خفيف ظريف اسمع اولي انا اللي مغربي وانا اللي عايش في المغرب وانا اللي كنعرف المغاربه ولذلك غادي نوضح لك واحد الامر النظافه ثقافه شعبيه شو الاداب السلام عليكم نوضح لك النظافه فرق كبير والله الا فرق كبير صباح النور من كازابلانكا هذا هو كفاف كازا جمعة مباركة روح نخدم على روحي هذا هو كخدم في المغرب اسمع شنو قال جمعة مباركة كيصور كازا الدار البيضاء وشوف قال لك نروح نخدم على روحي شو الناس كلها ديها في سوق راسها كل شيء غادي يخدم على راسه بلاد تبارك الله الصناعية سلام هاي في كازابلانكا ما عندوش هذاك الباركينغار يجي لك بالجيلية الصفراء لا فوالا اللي هنا يا وينيغاري والناس كما في اوروبا عندي يجيب لاباري اللي هنا يا بلا كارت كريدي تاعك تخلص شحال خلص باركينغ وتجي رايح هذا مكان نيابد باركينغار يجي لك بالجيلي الاصفر ويقول لك اعطيني دراهم هلا هلا السلام عليكم جماعه خلصوا لي الصرف الوغ حبيت نجي ندير الصرف تجي لهنايا المشكله غادي تبغي تصرف ما يعطيوك والو يقول لك هاد العمله طايحه واش غادي نعطيوك درهم جوج دابا اش غادي نعطيوك عندك لا ماشين البنكا ديستريبيتور هذاك تاع البنكا دير خدمات بدون صرف هاي خدمات بدون صرف تكمل بالعربيه اذا حبيت ها هو صرف تعطي لك شحال راهو الصرف اوكي كلشي موجود اللهم بارك فلوس في البلاصه كتجبد ما دير لا دوموند لا حتى شي حاجه فلوس موجوده تبارك الله غير خدم وسير جبد فلوسك ما كاينش اللي يقول لك الا خصك دير دوموند الا كنتي تجبد واحد لا صوم اللي كبيره هذيك هي اللي باغي تجبد 100 مليون نتايا كاش خاصك ضروري دوموندي عليها من قبل نهار هكاك ولا يومين ولا شوف التاريخ الحساب لا صوم كبيره ما يمكنش
تخدم بها بانكا في سير بلاس ضروري خاصه يعني المهم راك ما عارف الاجراءات. السلام مساكم الله بالخير يا بنات. شو السعوديه فاس ابوريكم جناح من احلى الاجنحه في فرج في فرج بلس في فاس. شوفوا تبارك الله شو الزليج شو تبارك الله شو كاين فرق كبير ما بين الزليج المغربي والزليج اللي قال لك راهم ديالهم لك كوين كذا. شوف 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 فوسي في ساء كيخدمها معلم اصيل وكيعرف الصناعه التقليديه كيعرف يخدمها يعني فوسي في ساء طريف بطريف تخدم داك الشيء خاصك تكون حراي في قح باش تخدم راه ماشي طرف ديال الزليج في الزواقه هكاك مرسوم في صباغه. جناح يهبل يهبل ولا فيه حقة يا خذ العقل. شو الفيو كيفاش دايره شفتوا شلون المغرب هذا القصر في فاس شو الاداب ديك السيده تبارك الله الفام اللي كتجمع لك البيت وكذا شو الاداب كيفاش دخلت وكيفاش شفتها كاينه تمويه ترجع قالت لها السلام عليكم رجعت الاداب كيفاش داير انا كنت قال لك بو محسيد كنعرفه ما نقول لك ما كنتش شكون هو عايش في الجزائري قال لك مشي مشي مشى للقهوه وهو يجي عنده داك السيرفر قال له ما شنو قال له جيب لي شي حاجه قال له جيب لي شي قال له قال له غارسون جيب لي شي حاجه قال له ما تقوليش غارسون علاه تقول لي غارسون انا غارسون قلت شنو بغيتي نقول لك نقول لك انت مهندس ما كاينش معامله ما كاينش واحد الاداب ما كاينش واحد حسن الضيافه ما كاينش شوف تبارك الله المغاربه صاحبي روعه اش رايكم فيه داك الشيء نقي هكا كيديرها نقاوه القصر كله ياخذ العقل احلى مصيف في فاس شوفوا شلون يعني صراحه فرق كبير اذا تبغين مكان اقامه روعه ولا راح تنسينا عندك هذا القصر كل قطعة فيه يا بنات تحفة معمارية تبارك الله الله إلا الحمد لله على بلادنا الحبيبة شو السويح شنو كيقولوا أصاحبي شوف اللهم بارك ديما هاد الكلمه اللهم بارك شوف شوف اخي ترى انا ما احب اتكلم في السياسه مع اني لا شوف هو موضوع سياسه هو أوكي. موضوع ولدنا هو موضوع غباء والله هذا موضوع سياسه السياسه اشياء ثانيه بس الموضوع اذا ان دوله عندها حدودها وبلادها امورها طيبه والثانيه هايط غربي وما غربي يا ابوي صباح الخير يفهمون الشعب بالاشياء هذه عشان انتم ما تطالبون بحقوقكم عشان ما تصيرون مثل المغرب يا اخي انتم قوه عندكم البترول عندكم غاز ليش ما تصيرون مثل المغرب ليش ما تصيرون خلي احكي لك شوف الجزائر ما هي حابة ما هي محتاجة انها تصير دولة سياحية ابدا بغيت نعرف علاش كتكلم باللهجة الخليجية زعما انا كنعرف واحد الانسان كيخصو بريزونتي البلاد ديالو يهضر باللهجة ديالو كتخون تبارك الله اللهجة مقومات سياحية يا وعندك مقومات سياحية يجونك السياح ما عندها مقومات اساسا كيف ما عندها مقومات وين المقومات تبتدي من المطار انت تسافر برا البلد انت شقد سافرتي بمطار دبي
وصابت المطار محمد الخامس، صابت المطار بومد. شو كازا تبارك الله كي دايره صاحبي، شو كازا تبارك الله اللهم بارك كيفاش دايره صاحبي. الحمد لله. الاكل بقى البوفيه في الافراح يا جماعه بتاع الجزائر شكله عامل ازاي؟ سلطه شوربه ليه ده يا جماعه ده شو كوسكوس كي داير سلطه ما قبلكيش هريسه يا مين نعم ما كاش هريسه والفاكهه والخبز ده 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 ايه ده هذا الكوسكوس كان هذا البربوشة يقولوا له البربوشة انا متربوشة سمعتي كيقولوا له البربوشة البربوشة جات ما احسن من الكسكس جات مع البربوشة بعد الشكل ديالي وين بربش بيع كسكس بتاع السيف خلي بالك هذه البربوشة احنا نديرو فيها الحمص الجريبات اللفت نديرو فيها الخضرة هذه ما شاء الله ما نديروش هذوك ال وده ايه ده يا اختي ده هذا اللحم اللحم بت 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 بتنفوه عشان يفضل محافظ على السخونيه عشان يبص هذه ولا ما كاين لا نظام ديال التغذيه لا والو دابا اللحم في الالومنيوم وفي الميكا فين هما الشروط الصحيه فين هما واش داك الالومنيوم كيفاش غادي يرجع من هاد التفاعل مع داك اللحم السخونيه كيفاش غادي يرجع داك المواد اللي غتكون تما مي غتاكلها شنو غادي يوقع لك اه ولا داروا بالعاني تما زعما على ما اظن باش ما يبانش الفرق ما بين اللحم ديال البقر واللحم ديال الغنم فهمتي ما شاء الله علي شرب بريك تاع الصيف ما شاء الله ما شاء الله وانا طاجين الزيتون و طاجين الفرماج طبق ثاني اهو ما شاء الله هذا طاجين الزيتون مع طاجين الفرماج هذا طاجين انا والله الا حق ربي لا هذا الشيء راه تحشم يتورى زعما للسياح وحق الله دابا السائحه راه بقات كتشوف هذا الشيء هذا وما سمعني من عيني اصاحبي دخلت لي شي حاجه في عيني قلت لكم السائحه راه حشمات مسكينه هي كتشوفوا البربوش هي سائحه مصريه وقيله كتقول شاد البربوش بربيش نيا قادع الجزائريين تيعيروا دائما تيعيرونا اخوان اسمع ميمي طقطق وداك الشيء كترد على الهكاويين وش شنو قالت لهم اسمع العصير العصير تيعيروا الملك وما توصلوناش وحنا راه حنا ملك وانتم راه ما عندكم والو وانتم ما عندكمش الفلوس ما عندكمش الامكانيات ما عندكمش القوت اليومي ما عندكمش الفلوس باش تجيو تعطونا حتى في الارض ديالنا تتمشاو تتشموا لنا تتشموا القصور اللي عندنا الاوطيلات والمغرب كيفاش ولات نتوما باقيين تتهضروا باقي ما بغيناش وعاش الملك وحنا عندنا ملك وشكون نتوما اش عندكم و انا تنبقى وتنشوف هاد السم و هاد الحقد اللي تيخليك بنادم والبنان ما عندكش زوينه هاد البنان والو بنان ما لاقيين ما تشاكلوا وحادين غير في الهضره جروبات تبارك الله شوف صافي بارك عليك غير الفيو شوف 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 الفيو دبي والله الهات اللهم بارك على هذه البلاد تبارك الله اللهم بارك اخوان حتى انا كنوصلنا خر ديال الفيديو الخوت تلقى في فيديو جديد ان شاء الله بيس الله ان شاء الله